جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حياة القلوب، لن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سلامة القلب يا أيها الإخوة، سلامة القلب يا أيتها الأخوات، هذا مقصد من أهم مقاصد الإنسان المؤمن في حياته. لذلك كانت هذه الدروس، هذه السلسلة، حياة القلوب. سبق أن القلوب أنواعها ثلاثة: فقلب سليم، وقلب سقيم، وقلب ميت. ونحن نتكلم من عدد من دروس في أغذية القلب وفي أدويته، ذلك لأنه لا سمح الله إذا أصيب القلب بالمرض، الكذب، الغيبة، النميمة، الاختلاط بأهل الفجور، لا سمح الله المال الحرام، كل هذا يمرض القلب. إذا ما تعالج سيتمادى المرض إلى الموت. فما أغذية القلب وما أدويته؟ أول غذاء وأهم غذاء ذكر الله، ثاني غذاء القرآن الكريم، ثالث غذاء السماع، رابع غذاء الأعمال الصالحات. ودرس اليوم الغذاء الخامس من أغذية القلب وأدويته: مجالسة الصالحين الذين يذكرون بالله تعالى بكلامهم، ويذكرون بالله تعالى بالنظر إليهم. لا ريب بأن دواء القلب بمجالسة الصالحين. على التحقيق، دواء القلب وغذاء القلب برؤية الصالحين. أصلح خلق الله، أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمره ربه أن يجالس الصالحين، فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إن استطعت ألا تلتفت بعينك عنهم افعل، ولا تعد عينك عنهم. معنى حقيقي ألا تلتفت عينك، ومعنى مجازي ألا تحب غيرهم. ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال الله تعالى له: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. صحبة أموات القلوب، صحبة مرضى القلوب، صحبة من له قلب غافل سيودي بك إلى هلكة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مجالسة الأخيار تورث الخير، ومجالسة الأشرار تورث الشر. وأنا أقول مجالسة ولا أقول صحبة. المجالسة يعني قعدة وحدة، عزيمة عند صالحين تؤثر في قلبك شفاء ودواء. بالمقابل عزيمة عند أشرار، عزيمة عند فجار، جلسة قعدت مع فاجر، نسأل الله السلامة، يخشى على قلبك أن يصاب بالمرض. الروح كالريح، إن مرت على عطر طابت، وتخبث إن مرت على الجيف. روحك بتطلع ريحتها، إما خير وإما شر. ذكر لنا شيخنا عليه رحمة الله عن شيخه، الشيخ أمين كفتارو، قال: قال لي أبي بأننا سنذهب إلى تعزية رجل، وهذا الرجل له مكان عند أبي عند الشيخ، فأبي يريد أن يطيل الجلوس. قال: فأنا ذهبت مع والدي، لما جلس والدي
ما جلس برهة قصيرة حتى قام مسرعا وكأنه النار. قال: أنا عجبت ولحقت بوالدي مسرعا خرجت من العزاء. قلت: يا أبي، أنت قلت بأنك ستجلس يعني فترة منيحة وما جلست شيئا قمت. قال: صحيح. دخل رجل نتن ريح روحه لم أستطع أن أجلس معها، شميت رائحة نتن ما قدرت أعود. بعيد من هنا، لا إذا في فطيسة بمكان تقدر تعود؟ ما بتقدر تعود ولا دقيقة، بدك تهرب. يا أخوان، الحمد لله اللي الله ساترنا بستره الجميل، الله لا يفضحنا. دير بالك تقعد مع فاجر، دير بالك تقعد مع عاصي، دير بالك تقعد مع ميت القلب، دير بالك تقعد مع مريض القلب، فتكتسي روحك بريحه، نسأل الله السلامة. ومجالس الصالحين هي عافية للقلوب بيقين، لكن لا يشترط ظهور الأثر حالاً، وسيظهر بصحبتهم ولو بعد حين. 100% إذا قلبك مريض عود مع الصالحين بالطيب، بس بقى مرات مو شرط من أول، يعني مو من أول معلقة دواء الواحد بطيب، ومرات بده أنينة وبده أنينتين وبده ثلاثة، بس 100% بإذن الله تعالى مجالسة الصالحين عافية للقلب، مجالسة الصالحين حياة للقلب. لا يشترط ظهور الأثر حالاً، لكن سيظهر بصحبتهم ولو بعد حين، لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح. حطوا خط تحت كلمة جليس، أنا ما عم بحكي عن صاحب، عن جليس، يعني واحد قعدت معه مرة واحدة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك بيهديك هدية، وإما أن تبتاع منه شراء، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أكيد أكيد الجليس الصالح يا بطيبك بالمجان، يا بطيبك بالمصاري، يا أقل شيء بتشم منه روائح تحيا بها. من الناس من إذا نظرت إلى وجهه رق قلبك، بس بالتطليع، وانشرح صدرك، وذهب عنك كثير من الأوهام والشكوك والمخاوف. ومن ذلك قولهم: كنا إذا فترنا نظرنا في وجه محمد بن واسع فعملنا عليه أسبوعا. قال: إذا حسيت همتي بردت، عبادتي ضعفت، في رجل من التابعين هلأ حترجم لكم شيئا منه اسمه محمد بن واسع، بس يروحوا يعدوا معه يطلعوا فيه هيك جمعة، جمعة الميتور اشتغل ومشي. هلأ الجمعة الثانية رد نعود عنده قاعدة مرة ثانية. بلا ريب مجالسة الصالحين إلى أثر. محمد بن واسع ثقة عابد عالم صالح. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى محمد بن واسع فيرق قلبي. وكان يقول عن نفسه، هو محمد بن واسع بيحكي عن نفسه، الناس إذا نظرت إليه قال تزداد إقبالا على الله، بس هو بيحكي عن نفسه: لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد. يتهم نفسه. كان يقول: إن الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. يخفي العمل عن أقرب الناس إليه. كان يسرد الصوم ويخفيه. قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وها له أمرهم. قتيبة بن مسلم قائد جند المسلمين، في بينه وبين الروم صار في صدام، ففي إحدى المعارك صف الجنود تبعه رأى الروم أعدادهم ضخمة وعتادهم كثير، فهاب الأمر، فقال قتيبة: انظروا لي أين محمد بن واسع. فقيل له: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يشير بأصبعه نحو السماء. فقال: تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. لو معي 100,000 مقاتل شاب هلأ دقنه عم تطلع، يعني 17-18 سنة، و100,000 سيف، هالأصبع أحسن من هدون كلهم. قال: فلما جاء إليه محمد بن واسع قال: أين كنت؟ قال: كنت أهز لك أبواب السماء.
قال ابن واسع وهو على فراش الموت: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ شوفوا يا أخوان كبار الصالحين، يسرد الصوم وما حدا دريان فيه، يبكي 20 سنة وما حدا دريان فيه، الناس بالنظر إليه تقبل على الله عز وجل. شوف عند الموت ماذا يقول. قال: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ الله يغفرنا. إحنا مرات واحدنا إذا صم له كم يوم، صلى له كم ركعة، قرأ له كم جزء، خالص بدكم أدعي لكم شيء؟ إذا بدكم دعاء قالوا لي. الله يغفرنا، الله يغفرنا. كبار الصالحين. قال: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ والله إلى النار، أو يعفو الله عني. ترى 100% عن النار أنا، بس إذا عفو الله عز وجل تداركني بنفد، أما بالحساب وبالورقة والألم أنا خالص. يرى نفسه مقصرا تقصيرا شديدا مع حضرة الله تعالى. كل هذا أيها الإخوة مأخوذ من حال الصحابة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منين هي شغلة أن واحد بيطلع بواحد بيقوم بيروح بيجتهد بالعمل؟ هكذا كان حال الصحابة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ضاء منها كل شيء. نحن عم نشوف بعيننا الضوء، كل المدينة ضاءت. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. بس هلأ ما نفضنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن وضعناه في قبره الشريف ونفضنا الإيدين. قال: والله مو هيك كان قلبي، والله كان قلبي في شرح كبير، والله قلبي في أنس كبير، والله قلبي في نور كبير، والله قلبي في رقة كبيرة. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيبة طلعته البهية تغيرت عليهم قلوبهم، فأفاد أن رؤية شخصه الكريم كان مفيدا لهم. فكذلك كل من له نسبة من النبي صلى الله عليه وسلم. في الخبر إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. نصيحة يا أخوان: ما استطعتم أن تجلسوا مع الصالحين افعلوا، ما استطعتم أن تزوروا الصالحين افعلوا، ما استطعتم أن تؤانسوا وتستأنسوا بالصالحين افعلوا، ما استطعتم أن تكونوا في مجالس العلم. عما قريب ينتهي رمضان، هلأ الحمد لله معظمكم الغلب الغالب الإخوة موجودون في دروس العلم، بس مطلوب من كل واحد بيناتنا هذا مجلس العلم من الآن إلى أن تلقى وجه الله تعالى. وإلا وين بدك تلاقي الصالحين؟ سامحني، يعني الصالحين لهم سوق. هلأ التجار لهم سوق، والزراع لهم سوق، والصناع لهم سوق، وأهل الصلاح لهم سوق. أكيد موجود، يوجد صالحون في الأسواق، ويوجد صالحون في المصانع، ويوجد صالحون في المزارع. هلأ وين من كان بينباع سيارات؟ بس بسوق السيارات بينباع سيارات أكثر. وين من كان بينباع أقمشة؟ بس بسوق القماش بينباع أقمشة أكثر. وين من كان في صالحين؟ بس بمجالس العلم في صالحين أكثر، بمجالس الذكر في صالحين أكثر. فلا ترضى أن يغادرك مجلس العلم إذا أردت حياة قلبك، إذا أردت سلامة قلبك. بدي أختم لكم أيها الإخوة، ابن الجوزي كان له شيوخ كثر، وكان هو شيخ ومتكلم وله دروس، وتابع على يده ألوف مؤلفة من الناس. هو ابن الجوزي يحدث، له كتاب قيم إذا أتيح لكم أن يكون في مكتبتكم، وجميل ولطيف الكتاب، وفيه أدب عالي، وفيه مادة فكرية، وفيه مادة إيمانية، اسمه صيد الخاطر. فبيحكي صيد الخاطر، بقلب صيد الخاطر ابن الجوزي عنده شيوخ كثر، بس بيحكي عن شيخين من مشايخه. فأنا اخترت لكم مقطعين مما قاله مشان نشوف أثر النظر إلى الصالحين. قال ابن الجوزي في شيخه عبد الوهاب الأنماطي، قال: إنه كان على قانون السلف، لم تسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجراً على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى،
واتصل بكاؤه. قال: فكنت وأنا صغير السن يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. قال: بس أنا أقرأ عليه يبكي، أنا هالمنظر عجيب ماذا يفعل في قلبي. وقال عن شيخه أبي منصور الجواليقي: كان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، ربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، كان كثير الصمت والصوم. فانتفعت، يقول، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، بالرؤية بالنظر. يقول: وفهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، أحسن من كثرة الكلام، الفعال والسمت والحال إلى أثر أقوى بكثير. يا أيها الإخوة، صحبة أهل الصلاح بلا ريب تورث بإذن الله تعالى في القلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث في القلب الفساد. فإذا أردت سلامة قلبك وإذا أردت حياة قلبك فاجهد أن تجالس الصالحين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان.